بين الجيش وسامراء، نقطتان للجيش وخمس نقاط لفريق سامراء. يوبو ديشو الموسم الماضي مع فريق الجيش، الجيش السوري طبعا. حيدر قرمان في منتصف الملعب، تمرير للمتحرك على الجانب الايمن حيدر عبد الامير، تمرير داخل منطقه الجزاء بالراس، هدف ثاني الان، هدف ثاني، هدف ثاني لهاي صلاح، وما مرتاح، ما مرتاح من يكون منافسه لؤي صلاح. هدف جميل للؤي، للقائد، للكابتن، هدف جميل بالقدم اليسرى، لكن الاجمل الرأسية الجميلة. يستمر أربيل، يستمر في التسجيل في كل مباراة على الأقل هدفين. وهنا صباح عبد الجليل يعني ينتقد ربما الأداء الدفاعي، ينتقد الأداء الدفاعي، ولؤي يوقع في شباك